عاملين ايه دلوقتي؟ بصوا انا عملتلكم صورتلكم درجات الروج لان هي في الكتالوج كده بالترتيب بالظبط. بصوا دي اول درجة اهي اللي هي الاورنج، ودي الدرجة اللي بعدها حلوة جدا، ودي الدرجة التالتة تمام تحفة، ودي الدرجة الرابعة اهي تمام، ودي الدرجة الخامسة اوكي، ودي الدرجة دي اهي اللي هي البينك، ودي الدرجة دي اهي تمام، ودي الدرجة دي درجاته حلوة قوي قوي، ثابتة جدا وكريمي، يعني هي ناعمة قوي على الشفايف تمام، وثابتة جدا درجاتها حلوة قوي. ودي آخر درجة اللي هي الأحمر تمام. بصوا على الطبيعة اهي، دي أول درجة، ثاني درجة، ثالث درجة، دي الرابعة، بصوا البنك دي بالترتيب، انا حطاهم برضو بالترتيب، الاولى الثانيه الثالثه الرابعه، دي الخامسه، بعد كده الخامسه اللي في الصف الثاني اول واحده دي اهي، والثانيه والثالثه اهي تحت اللي هي اللمعه. ازيكم يا بنات عاملين ايه؟ بصوا الرجات الجديده ثابته جدا جدا. بصوا انا عماله حاولت ان انا امسح امسحه بالميه، مش يعني ثابت جدا. بصوا شايفين هو ثابت قوي قوي قوي، يعني انا كمان قعدت امسحه بالوايتس ودي ما فيش، يعني هو الروج حلو حلو قوي وثابت جدا. بصوا